السيدة مرانة تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ فضل ونعمة الحمد لله. الحمد لله. لو سمحت أنا عايزة، كان من سنتين كده كان ربنا كرمني، كنت عايزة نطلع عمرة. ماشي. فجيت ما طلعت نعمل، عاوزت نعمل عمرة، فالظروف حكمت تاني ما نطلعش. كان جوزي استمر لي السنة دي، قال لي تطلعي، لا عايزة تطلعي هنخليك لا حاجة محمد، حاجة مرانة بعد نعم. إذن حضرتك اتحركي شوية عشان في وسط الحاجات المهمة الصوت بيروح. ماشي حاضر. أيوة كده كويس، اتفضلي. بنقول لحضرتك أنا من سنتين كده، من سنتين كنت عايزة تروح الحج، وبعدين ربنا ما وفقش، ربنا موفقش. ربنا إن شاء الله أذن دلوقتي إن أنت تطلعي وما طلعتيش الحج. جوزي وافق يعني ان انا نطلع، فجه واحد يعني اخ ليا كده قال لي لازم يبقى معاك محرم من اخواتك جوزك، فهل لا خلاص مجهد؟ لا خلاص، قولي للاخ ده الله يكرمه والله يبارك له يقعد ساكت، يقعد ساكت يعني لان دلوقتي خلاص. حضرتك سنك كام دلوقتي؟ انا سن 36 سنه. حتى دلوقتي ينفع تطلع دلوقتي، ينفع تطلع الحج، تطلع العمره خلاص من غير محرم، فخلاص مش لازم يجوز لك. محرم. مش لازم. طيب. لا يشترط. لا انا يشترط. ربنا ربنا منن عليا باربع بنات، يلا توكلي اتنين. على الله، خير وبركه. خلفه البنات دي نعمه، خلفه البنات دي باب، دول ابواب من ابواب الجنه. يلا توكلي على الله، اطلعي العمره وما تسمعيش كلام اخونا ده.